السلام عليكم ورحمة الله طلاب المرحلة الثانية، أرجو أن تكونوا جميعا بخير. Today we are going to talk about unit 4. اليوم راح نحكي عن الوحدة الرابعة اللي عنوانها Let's go shopping. إن شاء الله بهاي اليونت راح ناخذ بعض الأشياء المهمة مثل الماتش والماني، عندنا some any a few a little a lot of إلى آخره، والارتكل تقريبا كليتها بيها قواعد. ان شاء الله راح انزل لكم القواعد ويا الفيديو. يعني تقريبا كلها ادوات استعلام او فشي هيجي، بيها مجموعة كبيرة من التمارين بالاضافة الى القطعة، بالحقيقة بيها قطعتين. ان شاء الله اليوم راح ابدي، فقط عندي 4 تمارين راح اخذهم مع الحل ونوضح القواعد مالتهم. النكست فيديوز ان شاء الله راح نكمل بها اليونت. فراح نبدي بالصفحة الأولى اللي هي بيج 30 يونت 4. ما بيها شيء تقريبا، هاي الصفحة راح تكون كليتها listening، يعني ما نحتاجها. راح نعبر على البيج اللي بعدها، راح يكون عندنا الجزء هذا الخاص بالجرامر ريفرنس اللي هو بيج 133. راح يعني انزلها هاي الصفحة يعني ويا الفيديو هنا، وبالاضافة الى يتم ارسالها لكم. ناخذ هذا البراكتس اللي هو discussing grammar اللي يتكون من 3 اجزاء 1 2 3. كل واحدة راح تتعلق بمجموعة من الادوات الاستعلام او شيء من هالقبيل. فراح يكون number 1 complete the sentences with some or any. عندنا 5 sentences، راح اشوفكم القاعدة اللي نستخدم بها some او نستخدم بها الاني. فابتداء خلي اروح نشوف القواعد مالتها اللي هي هاي الصفحة، راح اشوف لكم اياها. راح تكون عندنا هاي الصفحة بس حتى اوضحها شوية. فعندنا هنا القاعدة some and any. Number one, some is used in positive sentences. Any is used in question and negative sentences. فالقاعدة راح تقول إنه some تستخدم بالجمل المنفية، يعني الجمل الصريحة التامة. أما أني راح عادة نستخدمها بالquestion بالاستعلام والنفي النيجاتيف. فخلي نرجع لل التمرين وراح نشوفه. راح يكون عندنا اول وحده have you got فراغ brothers or sisters. بما انه طلاب هاي استعلام او استفهام خلينا نقول، فراح نستخدم any، لان any قلنا شنو تستخدم مع الاستعلام. فراح تكون الجمله have you got any brothers or sisters. Number 2 we don't need فراغ olive oil، يعني هنا راح تكون الجملة منفية، فبالطبع راح تكون any هي الشغالة، فراح تكون we don't need any olive oil. Number 3 طلاب راح يكون عندنا here are فراغ letters for you. الجملة طبعا مثبتة ومو استعلامية، فراح تكون some هي الشغالة، فراح تكون here are some letters for you. Number 4 I need فراغ ماني كذلك نفس القبلها، فراح تكون I need some money. أخيرا number 5 is there فراغ petrol in the car. طبعا الجملة استعلامية، فراح يكون عندنا is there any petrol in the car. تمام، انتهى الجزء الأول من التمرين هذا. فراح ننتقل للجزء الثاني اللي هو complete the sentences with much or money. خلي اشوفكم القاعدة مالتها قبل ما نبدي بها. فهنا عندنا الماتش اند ماني، راح يكون عندنا او ماني العفو، راح يكون عندنا نمبر 1 وي يوز ماتش وذ uncountable nouns in questions and negative. فراح يكون عندنا شنو هنا الماتش نستخدمها مع الاسماء الغير معدودة بحالة الاستعلام والنفي. Two, we use many with count noun in a question and negative. طبعا اثنين راح يستخدم بالنفي والاستعلام، بس هنا راح تكون الماني راح تستخدمها مع الكاونت او خلينا نسميها الكاونتبل ناونز
والماست نستخدمها with uncountable nouns، فأعتقد القاعدة مالتها جدا بسيطة. فراح يكون عندنا أول وحدة، احنا طبعا نباوع على الاسم اللي بعده، نشوفه إذا هو اسم معدود أو غير معدود، يعني هذا مو نشوف الجملة كلها هي منفية أو استعلامية مثل التمرين اللي قبله. فراح يكون عندنا have you got فراغ homework، طبعا الهومورك راح يكون من الأسماء المعدودة يعني واجب بيتي. فراح يكون عندنا have you got money homework، فالجملة تمام. Number two we don't need، طبعا هنا هاي جملة استعلامية، هاي جملة منفية، احنا ما يعني ما لنا غرض بموضوع هل هي استعلامية او جملة مثبتة او منفية، احنا الحالتين اللي تشتغل وياهم ال much and money، بس الـ يعني التمييز بيناتهم راح يكون انه الاسم اللي بعد هل هو اسم معدود او غير معدود، وعلى اساسا نستخدم يا هو اللي يتوافق مع الجملة. فراح يكون عندنا we don't need فراغ x، طبعا ال x هي من الاسماء المعدودة، فراح يكون عندنا we don't need money x just half a dozen. Number three is there فراغ traffic، traffic طلاب ازدحام يعني من الاسماء الغير معدودة، فراح يكون عندنا is there much traffic in your city. اوكي. Number four I don't know، طبعا student الاسماء المعدودة، فراح يكون عندنا I don't know many student in this class. Number five طلاب راح يكون عندنا how فراغ people live in your house، طبعا people من الاسماء اللي معدودة واللي هي عادة هي جمع تجي، فراح يكون عندنا how many people live in your house. تمام. الجزء الأخير من هذا التمرين راح يكون عندنا number 3 complete the sentences with a little a few or a lot of. تمام، خلينا نشوف القاعدة مالتها ونبدي بيها. عندنا مثلا هنا a few and little، هنا شو يقول؟ يقول we use a few with count number، فراح يكون عندنا الفيو راح تستخدم مع الكاونت يعني مثل الماني، وعندنا الليتل ويا الانكاونت انكاونت يعني خلينا نسميها uncountable numbers اوكي او nouns uncountable nouns اللي نستخدم معاها الليتل، والفيو راح نستخدمها مع الكاونتبل او الكاونت ناونز. فخلي نشوف شنو التمارين اللي عندنا. فخلي نقول اول وحدة نمبر 1 I have فراغ close friends 2 or 3، بس حتى اوضح لكم يعني الالوت اوف خليها على صفحة، احنا من لما نجي نشوف على الشيء الهواية نستخدم الالوت اوف، بس عالشي القليل يصير عندنا احتمالين، اما نستخدم a little or a few. تمام، يعني هذا الاثنين مع الشي القليل، وهذا نستخدمه على الشي الكثير ما بي قاعدة نشوف شي كثير خلاص نستخدم a lot of، بس هنا راح يصير لازم نستخدم القاعدة. هسا هاي الجملة انت شوف الجملة تدل على انه شي كثير لو قليل، مثلا الجملة هاي الاولى راح للدلالة على القلة، لان ايش دا يقول؟ يقول I have فراغ close friends 2 or 3، يعني 2 or 3 بالنسبة لهم قليل. هسا نجي نشوف راح يكون عندنا احتمالين، اما نستخدم a little or a few. نشوف الاسم اللي بعد الفراغ هل هو اسم معدود لو غير معدود، اذا معدود راح نروح وراء الفيو، واذا غير معدود راح نروح وراء الليتل. فطبعا friends الاسماء المعدودة، فراح يكون الجملة I have a few close friends 2 or 3. Number 2 he has فراغ money he is a millionaire. هسه شوف الدلالة انه هل هي للقلة لو للكثرة، دي يقول يعني عنده فلوس قليلة وهو مليونير، لو فلوس كثيرة هو مليونير، بالطبع هو عنده فلوس كثيرة، فراح نروح مع ال he has a lot of money he is مليونير، طبعا لان هي الدلالة على الكثرة. Number 3 do you take
sugar in coffee. هسا دي يحكي على شيء شو ينتبهوا على شيء غير معدود. تمام، نكمل الجملة. just فراغ half a spoonful. هسا half a spoonful قليل لو كثير؟ عملين هو قليل، فراح يكون عندنا two options a little or a few. نرجع ونشوف يا اسم ديسر عليه sugar، اذا هو من اسماء الغير معدودة، فراح نروح ويا a little، فراح نقول just a little half a spoonful، يعني نصف شوكة مليانة. تمام، نمبر 4 راح يكون عندنا have you got فراغ CDs. الجواب هذا طبعا هنا سؤال، هذا الجواب hundreds. hundreds للدلالة على الكثرة، فراح يكون عندنا have you got a lot of CDs. جواب hundreds، ف يعني الشيء الكثير. نمبر 5 طلاب، I will be ready in minutes. طبعا هاي الجملة احنا معتادين عليها a few minutes، اولا للدلالة على القلة، وثانيا المينتس هي من الاسماء المعدودة، فراح يروح وراء الفيو. اخيرا راح يكون she speaks good French but only. هسه هنا only دي يروح للقلة، لان هي هنا دي يقول good، بما انه بات معناها عكس القبلها، بات اونلي المفروض قليل من الارابيك. الارابيك راح يكون من الاشياء الغير معدوده، فراح يكون عندنا بات اونلي ا ليتل ارابيك، لان ليتل تشتغل ويا الاشياء او الاسماء الغير معدوده. تمام، خلصت هاي المجموعه من التمارين، فراح نعبر على الصفحه اللي بعدها، وعندنا تمرين يعني ما بي تقريبا ما بي قاعده طلاب، راح ينفهم من الجملة بالحقيقة. طبعا انا دا احكي على التمرين نمبر 5 اللي هو راح ياخذ something someone somewhere الى اخره. طبعا عندك هنا some any every no plus هذني، يعني تقدر اي واحد من الاربعة يشتغل مع هاي المجموعة اللي هي، يعني اي واحد راح يشتغل وياه راح يعتمد عليه من على المعنى اللي انت تريد توصل له بالجملة. بالحقيقة هو هذا التمرين تابع للليسنينج، بس احنا راح نحله على مد، لان هي من خلال الجملة راح نفهم انه احنا يا هو اللي راح يكون هو ارهم واحد بيهم. فخلي نبدي بيه، راح نكون عندنا نمبر 1 did you meet فراغ interesting at the conference. هنا أنا لما تريد تسأل عن شيء غير، يعني اولا تسأل عن شخص، لان الجواب مالته راح يكون عن شخص، وبما انه شخص غير محدد يعني open person ما تعرف انت يعني منه، فراح يكون هو did you meet anyone and، يعني ما تقدر تقول anything، يعني انت تسأل عن شخص يعني، وما تقدر تقول someone، لان انت لان someone دي يجي على واحد محدد، فبما انه الموضوع open فراح يكون did you meet anyone interesting at the conference. الجواب هو راح يكون yes I met. شوف هنا أنا ليش التحول، اول هنا أنا did وmeet، لان did اخذ الماضي مالته، فهي جملة بالماضي بالحقيقة، جوابه بما انه شال did لان هاي استخدمت للاستعلام، قال له I met someone who knows you. التقيت هسه هنا جينا تحديد على شخص ما هو يعرفك. تمام، هاي الجملة اوكي. فراح يكون عندنا نمبر 2 اوتش، يعني هاي للدلالة على الالم. there's something in my eye. something طبعا ما تقدر تقول someone in my eye لو فتشي هيجي، يعني احنا معتادين عليه شيء ما in my eye. فهنا أنا قال جو، يعني خلينا نقول هي هاي تقريبا كل التمرين هو كله عبارة عن محادثة، فقال let me look no I can't see anything. اوكي okay. I can't see anything، لأن هي أساسا كان سؤال something in my eye، فراح يكون I can't see anything، يعني ما دا أشوف أي شيء يعني بعينك. نمبر 3 let's go، طبعا هنا دي يحكي على place، يعني let's go انت تروح المكان يعني. ف
فراح يكون عندنا let's go somewhere exciting، يعني somewhere مكان ما، هيك معناه exciting يعني حيوي for our holidays. فقال له but we cannot go anywhere، يعني ما نقدر نروح الى اي مكان، that يعني خلينا نقول لكل مكان. Okay, we cannot go anywhere, that's too expensive. يعني هذا راح يكون جدا مكلف. فراح يكون عندنا الجزء الاول منها راح يكون عندنا let's go somewhere exciting. الجواب كان but we cannot go anywhere, that's too expensive. تمام. Number 4 راح تكون عندنا I am so unhappy. ف nobody راح تكون لان هو نادي يشعر بالتعاسة او عدم السعادة، فراح يقول nobody loves me، لا احد يحبني. فالجواب مالته كان I know somebody، لان هو اساسا بدت يعني anybody loves me او العفو nobody loves me، فراح نانا الجواب مالته قال I know somebody، تقدر تقول someone بس somebody لان على مود توافق بس ويا الفوقها، who loves you me، يعني انا اعرف شخص ما يحبك me انا يعني. اوكي راح يكون number 5 I lost my glasses، يعني ضيعت النظارات مالتي. فراح يكون عندنا I looked everywhere everywhere، في كل مكان، يعني معناها انا بحثت في كل مكان. But I couldn't find them. ولكن لم أستطع أن أجدهم. Number 6 طلاب. Did you buy؟ راح تكون Did you buy anything at the shops؟ يعني اشتريت أي شيء بالمحلات؟ No. قال له No. Nothing. لا شيء. I didn't have any money. ما عندي فلوس يعني. فطبعا راح تكون هنا Nothing. اوكي نمبر 7 طلاب I am bored، يعني اشعر بالملل. I want something interesting، يعني شيء ما ممتع. To read or someone يعني لأنها راح يحكي وياه someone interesting، يعني شخص ما، يعني to talk حتى اتكلم وياه to talk to or somewhere، لان هذا نشوف الفعل somewhere interesting to go، يعني مكان ما يعني ممتع. يعني طبعا كانت الصيغه انه اما اريد شيء ما راح تكون something ممتع للقراءه، شخص ما someone يعني ممتع للتكلم معه، او somewhere interesting to go. اخيرا راح يكون عندنا نمبر 8 it was a great film. نا راح يكون جواب everyone loved it، يعني الكل او كل الموجودين حبوا للفيلم. فهذا بس هذا التمرين طلاب بهاي الصفحة. راح نعبر على الصفحة اللي بعدها، طبعا بها قطعة اللي هي بال يعني my uncle shop keeper الارتكل، طبعا بها قطعة، هاي قطعة بسيطة وعليها اسئلة. هذا ما راح يكون هسه، ان شاء الله على الفيديو القادم. التمارين موجودة بهالقطعة قبل ما انزلها، هي راح تكون تقريبا كلها متعلقة بالارتكل طلاب. عندنا الارتكلز اللي هي اما تكون definite article undefinite article and no article no article. فراح يكون عندنا the an a و without article تماما. ام راح اشوفكم القواعد مالتها، راح يكون عندنا تمرينين بها اللي هي practice discussing grammar و number 2. خلي اشوفكم القواعد مالتها قبل ما ابدي بها. فراح يكون عندنا هالقواعد طلاب، بس حتى هم ارجع اوضح لكم اياها شوية. عندنا هنا أنا article اي اند الى اخره. فعندنا هاي ثلاث مجموعات، شو يقول بيها؟ يقول undefinite article اللي هي طبعا الان والان، نسميها undefinite article
ايش وقت نستخدمها طلاب؟ نستخدمها لما تحكي عن professions اللي هو الجوب مالتك، او تحكي بها عن الكواليتي، كواليتي اللي هو little couple of هيجي. وعدنا لما يكون بصيغة التعجب مثلا، هنا what a we accountable noun اللي هي what a lovely day، what a pity الى اخره، فرح نستخدم بها هنا اللي هي الان والذي. طبعا بشكل عام طلاب، يعني الان والذا يعني يستخدم لما انت تحكي شيء لاول مرة، خصوصا اذا شيء هو countable وتحكي به لاول مرة. اما اذا انت عدته مرة ثانية فراح تستخدم الذا. هالقاعدة العامة، بس هي اكو بعض يعني الاشكاليات بالمعنى. مثلا بالدفنت ارتكل حتى لو تحكي الاف المرات مثلا عن شيء محدد، يعني مثلا عن seas, rivers, hotels الاخره، مثلا the British Museum, Atlantic، هذا مثلا لا Atlantic هو sea, British Museum دي يحكي عن museum، حتى لو عدتها سواء اول مرة او الاف المرات استخدم الذا. كذلك اذا كان شيء واحد من اشياء، يعني مثلا the sun, the queen, the government الى اخره. ومع السلكتف ارتكلز مثلا يعني خلينا نقول خصائص محدده، مثلا the richest man, the oldest man مثلا، هاي نستخدم اللي وياها اللي نسميها الدفنت ارتكل اللي هي الذا. اما نو ارتكل طلاب فبصراحه يعني اهم ما بالموضوع مثلا لما تحكي عن شيء in general، يعني before, plural or and uncountable nouns when talking about think in general، يعني لما تحكي عن شيء مجموع او الاسماء الغير مجموعات بشكل عام. يعني اوكي مثلا هنا I like potatoes, milk، هنا لان هنا لتحكي بشكل عام عن كل انواع البوتيتا الحلوة وال بتيتا الصفرة والما اعرف شنو، احتمال اكو انواع ما اعرف شنو من البتيتا، بس هي بما انك تحكي عن شيء يعني بشكل عام راح ما راح نستخدم اي شيء. اما الملك هنا نستخدمه لان هو uncountable nouns. طبعا ما نستخدمها، يعني ما نستخدم اي article before الكونتري ستاون ستريت اللانجوج الميلز، هسه راح نتمر علينا. وأنا طبعاً من يعني راح أجي على أسئلة وعلى أمثلة مالتها راح أشوفكم السبب، يعني مثلاً إذا أستخدم ذا أو أن أو 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 بدون أي شيء هم راح أعطيكم السبب وياها. طبعاً نستخدمها مع هاي المجموعة إذا هي كانت مثلاً places، هنا أنا بعض places or transport مثلاً at home, bed يعني to bed أو in bed. اتورك الى اخره، طبعا مع الوذر والميوزك كذلك نستخدمها، طبعا اللي هو احنا نسميها uncountable noun. فخلوا نروح ونشوف الامثلة اللي موجودة عندنا. فمثل ما قلنا عندنا البراكتس discussion grammar، فراح يكون عندنا number one impairs find one mistake in each sentence، معناها سوية جد غلطة واحدة بكل سنتنس. عندنا 9 سنتنسز راح نشوف شنو الغلطة مالتها ونصلحها ونشوف شنو السبب. يعني فاولا راح يكون عندنا he's police man so his job is sometimes dangerous. طلاب هنا الخطأ انه ناسي ال A. احنا شنو قلنا بس هم سريعا حتى بس اوضح لكم، قلنا ال A نستخدمها مع ال profession، مثلا هنا I am a teacher مو I am teacher، فراح يكون عندنا he's a policeman so الى اخره. number 2 I have the breakfast at 7 a.m. هنا الخطأ مالتها the. ليش؟ لان احنا هسه اشوفكم القاعدة مالتها شو يقول. يقول with no articles، يعني بدون articles، مع المجموعة هاي من ضمنهم الميلز. طلاب يعني مو الميلز الاكلة، الوجبة.
يعني اذا تحكي مثلا عن ابل مثلا تفاحة بنانة ساندويتش هذين تستخدم وياها لان ذني اكله اكل هذا يعني نقول ان ابل ا بنانة ا ساندويتش هذني بس اذا تحكي عن وجبة غذائية مثلا الافطار العشاء الغذاء الى اخره هاي كلها وجبة ما نستخدم وياها فهنا راح يكون عندنا breakfast يعني الافطار هو meal فما راح نستخدم وياه any article فراح يكون I have breakfast at 7 a.m. تمام. number 3 the love is more important than money. طلاب اللاف اذا اجى اسم فهو اسم غير معدود يعني ما راح نستخدم وياه اي شيء لان هذا اسم شعوري فراح نقول love is more important than money. تمام. فعندنا number 4 راح يكون عندنا I come to the school by bus. هنا انا همتين the قبل السكول راح نشيلها لان هسه راح اشوفكم القاعدة. عندنا من الاشياء اللي ما بيها article هي at to school university فراح يكون عندنا هاي من النوع اللي no article وراح يكون عندنا يعني الخطأ بهاي الجملة انه the فراح يكون I come to school by bus. number 5 I'm reading one good book at the moment. هنا انا نشيل ال one طلاب راح تكون I am reading a good book مو الكتاب الواحد يعني معناه انا اقرا كتاب جيد هيك مو واحد كتاب جيد ما ترى هاي الجمله. اوكي نمبر 6 ويرز جاك ان ا كيتشن. كيتشن طلاب هو خل اشوفكم بس القاعده هنا القاعده شو تقول تقول if there is only one of something مثلا اللي هذا نستخدم the definite article اذا كان عندنا only يعني only one of something هسه اكو اشياء مثلا بالبيت مثلا بالمطبخ عندك حمام واحد مطبخ واحد فرح من تجي هنا تقول in the kitchen then لان هو انت عندك مطبخ واحد كيتشن واحد هو الموجود بالبيت فراح يكون عندنا هو يعني خلينا نقول شيء من عده اشياء او شيء واحد خلال ضمن هذا البيت فراح يكون عندنا القاعده انه لما شيء من عده اشياء نستخدم وياها ذا فراح يكون الجمله in the kitchen. number 7 طلاب I live in center of the city كذلك هنا نفس القاعدة القبلها I live in the center ليش؟ لأن اكو center واحد بالسيتي فهو راح نستخدمه near the hospital. نمبر اي طلاب my parents bought the lovely house هنا أنا the lovely house هنا أنا راح نستخدم القاعدة شو تقول لما انت تحكي عن شيء يعني رائع فراح تستخدم ال undefinite part what a lovely day فراح يكون عندنا القاعدة تقول نشيل الذين نحط بمكانها ايه راح يقول my parents bought a lovely house in the country. number 9 طلاب راح يكون عندنا I don't eat the bread because I don't like it. الجواب راح يكون او التصحيح مالته راح يكون I don't eat بريد نشيل الذا ليش القاعدة مالتها القاعدة مو لان هي breakfast يعني خلينا نقول هي meal لا هي القاعدة مالتها لان هي in general يعني ما احب الخبز مو خبز محدد كل انواع الخبز يعني القاعدة مالتها بس اشوف لكم اياها قبل ما اروح للتمرين بعده فراح يكون عندنا القاعدة لما تحكي عن شيء in general يعني before proper or uncountable noun شوف هسه هو يعني من ضمن هذا ف يعني مثلا نقول about when you talk about things in general فراح يكون عندنا I يعني قال I like potatoes كذلك هناك من دا نحكي عن شيء عن يعني خلينا نقول بشيء يعني بشكل عام فهو راح ما نستخدم ويا any article فالجملة راح تكون طلاب راح يكون عندنا I don't eat bread because I don't like it.
تمام، انتهى التمرين هذا، راح اروح للتمرين الاخير بهذا الفيديو ان شاء الله، وراح يكون كذلك هو متعلق بالارتكل، بس هنا أنا انت راح تخلي الارتكل حسب ما هو يقول complete the sentences with a and the or nothing. فراح يكون الجملة الاولى نمبر 1 I have two children، راح يكون عندنا a boy and a girl. هسه لين حكينا بيهم اول مرة فراح نقول a boy and a girl، بعدين راح نحكي بيهم مرة ثانية صاروا معرفين بالنسبة لنا، فنقول the boy is 22 and the girl is 19. تمام. نمبر 2 طلاب راح يكون George is a soldier، نفس هاي الحالة he's a police، George is a soldier in the army. The army لان هو الشيء واحد من يعني شيء واحد في البلد الموجود يعني the army. And Nadia is at university. ليش السبب؟ خلى اشوفكم القانون مالتها. لما عندنا no articles يقول at school or university، فالقاعدة لما تجي على university تقول بدون article at university. تمام. Number 3 my husband go to work بدون article، نفس القاعدة خلي اشوف لكم اياها. لما يقول to work، to work بدون article، هاي دا نحكي عن بدون article، ف go to work by car، طبعا نفس الحالة اللي موجودة حتى ما ارجع للمربع، نفس الحالة by car لان هي جزء من الاشياء النقل اللي ما نستخدم بها any article. his فراغ accountant، هنا أنا عمل شنو محاسب، فراح يعني نستخدم article اللي هي تتناسب مع العمل مالته، راح تكون an accountant. فكملها I don't have a job. تمام. I stay at home، القاعدة مال هوم خل اشوف لكم اياها، هنا أنا قال at home. تمام. فيقول هنا أنا I stay at home and look after the children، لأن children جمع ونستخدم وياها the. Number 4 طلاب what a lovely day، طبعا شفناها لما أنت بصفة التعجب يعني تستخدم الarticle a اللي هي undefined article. Why don't we go for a picnic in the park، هسه ليش استخدمنا هنا the بالبارك؟ لان هو شيء واحد من اشياء يعني خلينا نقول الشيء من ضمن المدينه، شلون انا استخدمنا the center هنا لان هو خلينا نقول اكو سنتر واحد بالمدينه، هنا خلينا نقول اكو بارك واحد موجود، فنقول why يعني مثلا راح نقول for a picnic in the park. تمام. الجملة الأخيرة راح يكون What did you have for، شوف هنا lunch. lunch ليش؟ نفس القاعدة مال breakfast لأن هي meal، بالmeal ما نستخدم any article. هنا الجواب مالته قال له just a sandwich. a sandwich لما شيء واحد يعني خلينا نقول هنا بس شيء واحد وهو أكل يعني مو meal مثل ما شرحت لكم قبل شوية، راح يكون عندنا الجواب هنا just a sandwich. تمام. خلص لهنا انا هاي اليون الطلاب، ان شاء الله يعني الفيديو القادم راح يتحدث عن reading and speaking، وقلت لكم انا عندي بها 2، راح يكون الاولى متكونه من 3 مقاطع، خلينا نشوف الفيديو القادم اذا كفاها فيديو واحد او ربما احتاج اكثر، وعندنا هاي القطعه اللي قلت لكم راح نقراها ونحلها ان شاء الله على الفيديو القادم، نشوف شلون تمشي الامور. تحياتي، مع السلامة.